المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتقديم المساعدة التقنية والمعمارية لفائدة ساكنة العالم القروي بالإقليم، وذلك طبقا لأحكام المادة 39 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجامعات. النقطة الثانية، إعادة تداول المصادقة على اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير حافلات النقل المدرسي بإقليم توريد بين جمعية النجاح لتجويد التعليم والجامعات الترابية بالإقليم، وذلك طبقا لأحكام المادة 39 من القانون التنظيمي 113/14 متعلق بالجامعات. ماشي نحضروا الاجتماع على اساس انه باش نحددوا البنية البناء العشوائي، البناء العشوائي كيجيو ناس مقروزين ما عندهمش باش يديروا التوبوغرافيا، ما عندهمش باش يديروا البلوك، ماشي كاين كثير واحد المصاري، خاص العدل باش يدير واحد البرنامج لهذه الاسر المهموزه باش ما تبقاش عندها ذكريات مع الاسرات وتدمرهم من المشاكل، تطلب واحد الرقيق يجمع فلوس واحد مليون ولا شي حاجه باش يبقى يدير الاخر، ما يمشي باش يدير المسائل الاداريه وغادي تكتشف المليون كيمشي يدير عشوائي، هذا العشوائي كيجي السلطه المحليه كتحتفلو ما يصدق بلا بالي لا تحال. اليوم عندي الدور، تصور مراكز جالس، لا
يعني بالنسبه لنا حنا شكون نديروا هذا الثلاثه لاعبين تجريبيا غادي يكون يعني الموارد الماليه تكون توفرت ما غاديش وحدهم تكون الجمهور الاستفاده تكون ما راحش في الوالدين هذا هو المطلوب الاستفاده دونك انا ليبي دونك حنا الا سلمنا لهم ثلاثه من الامم ديالنا راه غادي نعاودوا نداو ونسلموا لهم جوج شركات اخرى ونزيدوا نساهموا في كاسين الدوري هذا هو اللي كاين انا هادشي ديال الماء منين كنخرج واحد النقطه الماء ولا لا هذا نفرح موراه فراش مورا هاد الولاد هنا هاد البلاصه هادي واحد كيلومتر ولا جوج كيلومتر راه تقرب ليهم الماء وراه كيشربوا الماء ويجيو يديو الماء في الطاقه الشمسيه يعني الطاقه الشمسيه 60 بلاص سولير ديال 325 60 بومبا ديال 15 كيلووات حنا الجروب درنا غير باش الى ديك النقطه اللي يستربيو الناس كانوا يعني كيستغلوها بطريقه هذا ومحتاجوا اللي يخدموا بالليل ولا يقدروا يخدموا هذاك درنا يعني ك احتياط للطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه خدام عندك مشكل في الجروب، كل هذا الجروب هذا راه ما نبالينش عليه وخلينا نهضروا على الجروب بوحدو، ما يوقفش المشروع لمده عامين ما يستافدوش منه الناس، يعني هذه فين رساله موجهه لي يعني اللي كان عندهم افكار يعني مغايره لذاك الشيء اللي يعني. وانا شفت الجروب ما باليش انا قدي انا كمهندس كهذا ما بانليش انه ربما الى درنا اللي هذا ولكن ما تيبانليش انه واحد الجروب اللي كان خدامه ما كان دابا في نفس الحاله هذا ترى باقي يعني منين مشينا شفناه ما كانش شي مشكل اللي نقولوا راه المشروع راه متوقف راه السلاحه ما عطاتناش مشروع متكامل انا عطيت مشروع متكامل 100% خصير سميتو الاستغلال ديالو يكون واحد الاستغلال اللي هو نموذجي يعني انا السواد سلمتها للجماعه على جوج مرات سلمتها للرئيس السابق وسلمتها لشيخ يعني تنقول لي انا واخا سميتها مازال ما تسناتش ولا يعني عقده ديال التسليم مازال ما تسناتش انا تنقول اللهم نعطيك السواد والناس يشربوا الماء غير واحد المساله عن كامل اللي بغيت نشير بها هو انه يعني دار لونتروتيان ديال ديك الماتيريال في الوقت مرة ما فيها بس واحد كريتيان ولا ديال جماعة ولا هذا يخرج يشوف واش الامور مزيانة واش ياك ما كاينش مشكل ياك ما يعني تنظن انه بعد لي بان صغار ما يبقاش يتسنى ثلاثة المديرية برمج هذا باش نجيب كريتيان ب 100 درهم ولا ب 150 درهم هذه يعني المسائل اللي ما نقدروش حنا ما نقدروش زعما نوفر